تتميز جمعية المودة للتنمية الأسرية، وهي جمعية تنموية غير ربحية متخصصة في تعليم وتدريب وإرشاد وإصلاح كمان وتوعية الأسر من خلال مبادرات تنموية مستدامة، وتسعى لاستقرار الأسرة من خلال بناء جيل من الأسر الواعية والمتماسكة القادرة على مواجهة التحديات. وتكون هذه الجمعية جدا مؤثرة، وهي فعلا مؤثرة، ومعانا مدير عام الجمعية أو مدير عام جمعية المودة الأستاذ محمد علي الرضي. يا هلا وسهلا فيك أستاذ محمد. أهلا وسهلا، حياكم الله أنت والمستمعين الكرام. حياك الله، أهلا وسهلا طبعا فيك معانا لليوم. تغيير كبير جدا بكل أمانة بيحصل هذه الفترة، أو حتى في قرب شهر رمضان، أو حتى من ناحية هذه الجائحة اللي تجتاح العالم، بيكون لكم دور كبير جدا في تغيير حياة أكثر من 337 ألف أسرة عشان توصلوا لهم مساعدات. ولكن سؤالنا كبداية، وش هي الخدمات اللي انت تقدمونها في الجمعية أو جمعية المودة للتنمية الأسرية يا أستاذي؟ أولا أشكركم على الاستضافة الكريمة، والله سبحانه وتعالى أن يرفع الله على الأمة وعن عنكم شر الوباء والبلاء. جمعية المودة للتنمية الأسرية في منطقة مكة المكرمة متخصصة في بناء قدرات الأسرة وتوعيتها، بالإضافة إلى عدة برامج تنموية تخص الدعم النفسي والإرشاد وتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة، وهي من أوائل مراكز الأبحاث المعنية في الدراسات البحثية الأسرية على مستوى المملكة. جميل. الجمعية تعمل من أكثر من 17 عام، استفاد آلاف الأسر بحمد الله من الجمعية. الأثر من البرامج التنموية سواء عبر نموذج قياس الأثر SRI أو عدة نماذج لقياس الأثر، الأثر التنموي الحمد لله متوسطه ما بين 85% إلى 90% للمستفيدين من برامج الجمعية. الجمعية تهتم بعدة شرائح من الأسرة، تهتم بشريحة المقبلين مقبلات الزواج والأسرة الجديدة في الست سنوات الأولى من الزواج، تهتم بشريحة أيضا كذلك الأسر منفصلة، تهتم بشريحة الأسرة المستقرة، تهتم بشريحة الأسر غير المستقرة. لكل شريحة من هذه الشرائح تعريف علمي بالنسبة لنا، وأيضا كذلك برامج مستهدفة لها. حلو، جميل جدا. طيب بما أنه هذه الفترة، خلينا نواكب مبادراتكم اللي بتتميزوا فيها في هذه الفترة واللي تقول فيها جمعية المودة في مواجهة أزمة كوفيد-19، فلو تحكي لنا شوية عن مبادراتكم اللي بتقدموها. الجمعية طبعا كغيرها من الجمعيات المجتمعية في هذا الوطن الغالي بتنفذ مبادرات في مواجهة الأزمة. بالنسبة لنا نحن عندنا ثلاثة مبادرات. المبادرة الأولى هي بناء قدرات الأسرة في مواجهة الأزمة. جميل. بتتنفذ أكثر من 10 برامج تدريبية وتوعوية أسبوعيا، بحضورها مئات الحمد لله. جميل. في تدريب الأسرة في كيفية إدارة حياتها في الأزمة، كيفية التفاعل وسط الأزمة، كيفية تربية الأبناء، وأيضا كذلك المساهمة في تغيير سلوكية الأبناء أثناء الأزمة، في كيفية إدارة ميزانية الأسرة وإدارة المال. الأزمة تعرف اليوم تغير السلوك الاستهلاكي للأسرة جدا، كل شيء اختلف فعلا. نعم. كيفية إدارة الحوار، إدارة الغضب أثناء الأزمة. اليوم الأسرة مجتمعة نحو 24 ساعة في البيت. هذا نموذج استثنائي. طيب أستاذ محمد، اللي عرفته من كلامكم أنتم مهتمين على كده من خلال حديثك معايا أنه مهتمين بجانب النفسي للأسرة، صح ولا لا؟ هذا بناء القدرات. المبادرة الثانية هي الدعم النفسي والتوعوي للأسرة. هذا هو الاتصال، يعمل 13 ساعة اليوم من خلال الرقم المجاني 920-1421، يستقبل أكثر من 1000 مكالمة يوميا. جميل. من الأسر يقدم استشارات أسرية تربوية، يقدم استشارات نفسية من خلال مختصين في جانب علم النفس وعلم الأسرة. أيضا كذلك نستقبل الطلبات من خلال التطبيق الخاص بالمودة، وأيضا كذلك من خلال الاستشارات الإلكترونية مثل الموقع الإلكتروني، بالإضافة
لأنه بالحجز على الرقم 9200 قطر 1426 بالإمكان حجز جلسات مجانية استشارية سواء نفسية أو تربوية أو أسرية أو زوجية عن طريق خدمة زوم بلايف مباشرة. جميعا تقريبا يعملوا زملاء أكثر من 50 لقاء مع الأسر حلو. عبر هذا النعم استشارات بالمقابلة. أما المبادرة الثالثة وهي واجبة في ظل هذه الظروف وفي ظل الأزمة وهي مبادرة إغاثية لمساعدة الأسر المتضررة خاصة الأرامل والمطلقات وكبار السن المحتاجين دعم فعلا والمتوقف أعمالهم. نعم هناك بدأنا ب5000 سلة والآن إن شاء الله ستوصل إلى 10000 سلة غذائية. جميل. يوميا هناك أكثر من 12 شاحنة، أكثر من 55 متطوع في الميدان ليوصلون هذه السلة الغذائية. حلو جميل. طبعا هذا كان شرح مفصل يعطيك ألف عافية عن الجانب النفسي للأسرة، الجانب الإغاثي، الشريحة المستهدفة اللي بتحابين توصلوا لها المساعدات ونوع المساعدات اللي بتقدموها. وكمان نفس الرقم اللي تكلم عنه طبعا الأستاذ محمد اللي هو 9233-1426. يعطيك العافية على دي المعلومات القيمة الرائعة، وإن شاء الله تكونوا أنتم قدوة لنا وللمجتمع وللأعمال الخيرية الرائعة يا أستاذ محمد. نتشرف احنا بخدمة الأسرة في المجتمع ونتشرف بخدمة المجتمع. كان معنا مدير عام جمعية المودة الأستاذ محمد علي الرضي، وإن شاء الله ربي يرضى عليكم يا أستاذ محمد. جزاك الله خير. الله يخليك. شكرا لك، ولقاء مستقبل إن شاء الله. في أمان الله.